السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قال الحسن البصري: وانا اقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد، اذ بي ارى جنازة يحملها أربعة من الرجال. فقلت: جنازة يحملها أربعة، والله لأكونن خامسهم. فصار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر مليا حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة. قال: لما أنتم أربعة؟ قالوا: والله لا ندري لما نحن أربعة، لقد اقترتنا هذه العجوز، أي استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل وندفن. قال: سبحان الله، حتى الأربعة اقترتهم هذه المرأة. فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن، وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب، من لي سواك؟ هذا هو ولدي العاصي ذو القلب القاسي، عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتي. اللهم فارحم، اللهم فتجاوز عنه، يا رب من لي سواك؟ ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي، ثم ابتسمت المرأة وانصرفت. فتعجب الحسن وبدأ يجري وراء المرأة: قفي يا امرأة، ها أنا أستحلفك بالله، ما أمر صاحب الجنازة؟ قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: أنا الحسن البصري من علماء المسلمين. قالت: والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك. أيها الحسن، هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة، إنه ما ترك من شيء يغضب الله تبارك وتعالى إلا وفعله، لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله. فكنت أضرع في جوف الليل وأقول: يا رب، من لي سواك؟ من لي سواك؟ اللهم اهد هذا الشاب العاصي ذو القلب القاسي. كنت أدعو عليه بداية، ولكنني لما لجأت إلى الله تبارك وتعالى ودعوت الله أن يهديه، قد استجابت الدعاء الأول، ألا وهو الدعاء على ولدي، فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش. فلما دنا الموت واقترب الأجل، نادى علي وقال لي: يا أمه، أستحلفك بالله، إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. يا من تضرب الوالدين، اسمع أيها الشاب، أيها المعرض عنا، أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. قالت المرأة: ففعلت، وبكيت ووضع خده على التراب قبل أن يموت، ووضعت قدمي بعد أن استحلفني بالله وقال لي: ضعي قدمك على خدي الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. قالت: ففعلت. ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي: يا أمه، أستحلفك بالله، لا تخبري أحدا من أهلي، لأنهم لو علموا بموتي سلم ولن يترحموا علي، ما رأوا مني خيرا قط. واستأجري أربعة
من الرجال يغسلنني ويكفنني ويحملنني ويدفنني، ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله في آية. قالت: والله يا حسن، بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت: يا رب من لي سواك، يا رب من لي سواك. هذا هو الشاب العاصي ذو القلب القاسي. قالت المرأة: فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي: يا أمه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قالت: والله لقد سمعت صوت ولدي فصيح كأنه بين أظهرنا ينادي علي ويقول لي: يا أمه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. فكم من عروس زينوها لزوجها، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم، فكانت منيتهما ليلة القبر. من لي سواك يا الله، من لي سواك يا ذا الجلال والإكرام، من لي سواك يا ذا الفضل والجود والكرم والإنعام. من لي سواك إذا حشرجت الأرواح، من لي سواك إذا دنا الموت، من لي سواك إذا فات الفوت، من لي سواك إذا تعلق الظالم بالمظلوم. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. يا من عصيت الله ليل نهار، بأي قدم ستقف بين يدي الله؟ بأي جواب ستجيب على الملك جل جلاله في عليائه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ارحمنا إذا اسودت وجوه العصاة. كيف حالك محمد؟ كويس؟ طيب. صديق، أنا نفر فاعل خير. نعم. يعني الحين هذا بقالة قديم، هذا حي قديم، فيه أكيد هذا فيه نفر هرمة مسكين، عائلة مسكين، بابا موت، أيتام. هو سوي تسجيل هنا كل شهر يجي يعطي أنت فلوس. أنت في عائلة هنا سوي تسجيل كل شهر يجي يعطي فلوس؟ فيه. بس يبغى عائلة مسكين فيه؟ أيوه. طيب خلينا نشوف. هنا في 450 ريال. 450 ريال. فين؟ هنا. هو سكن هنا؟ أيوة. قريب؟ يا قريب. طيب ما في مشكلة. طيب. أنا أبغى أسدد هذا 500 ريال. نعم. بس أنا يبغى أنت يعطي نمبر هذا عشان نعم. أنا أكلم هو، أنا كلام خلاص سدد بقالة. إن شاء الله. في نمبر هو؟ أيوة. كم؟ 055. دقيقة. 450 ريال. شكرا. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. كيف حالك يا اختي؟ الحمد لله طيب الحمد لله. معز واحد من عيالك، فحنا جينا عند بقالة في الحي اللي انتم ساكنين فيه، بقالة اظن ابو نواف. ايوه. فقالوا انكم تسجلون عندهم وكل اخر شهر تعطونهم، هل الكلام هذا صحيح؟
صحيح. طيب طيب في فاعل خير الله يجزاكم خير جاء وسدد عنكم 450 الآن. الله يجزاك أنت ويا الخير إن شاء الله. الله يكتب أجرك. أنا إن شاء الله ابنك، وإذا ما قابلتني في الدنيا إن شاء الله نتقابل في الجنة، وفقكم الله. لا والله وليد، لا والله إن شاء الله ابني، وتشرف أنك ابني. الله يكتب أجركم. سلام الله عليكم. سلام عليكم. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. شكرا يا حبيبي. أحبتي في الله، أخواني بالله، الآن عندنا في الأحياء القديمة تروحون الآن تلقون بقالات قديمة، عوائل أيتام مساكين أرامل حرمة مطلقة أكيد يسجلون الآن، تلقون مسجلين 450 500 تسددون عنهم. طبعا هذا الشيء اللي سويناه مو بنوريكم إحنا تصدقنا، ولكن حب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك، نوريكم هذه الفكرة. الله الله، الآن أنت راعي بيت، الآن أنت وزوجتك وأولادك، سددوا عن الناس، ادخلوا السرور في قلوبهم. أنتم يا شباب قرب، لو تقطون كل واحد 30 ريال 40 ريال وتسددون عن العوائل، أو أنت يا أختي الغالية صديقاتك في الجامعة قرب، تدخلون السرور في قلوب أخوانكم، وأنتم تعلمون أن الصدقة تطفي غضب الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولا تنسى كذلك الضغط على الجرس، هذا الذي يظهر في الشاشة، ليصلك كل جديد إن شاء الله.